أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في بلادنا يقوم بعض الأشخاص المعتبرين فينشئون جمعيات خيرية هدفها مساعدة الأرامل والأيتام والمعتزين، ويكون لها موارد ومن أهم مواردها الزكاة، فهل يجوز إعطاؤهم من أموال الزكاة؟ الزكاة تخرج في وقتها ولا تدفع للجمعيات التي تحبسها في صناديقها، والجمعيات تنفق على أهل الزكاة وعلى غيرهم، ما تتقيد بأهل الزكاة، وتنفق على المشاريع التي هي من مصارف الزكاة وعلى المشاريع التي ليست من مصارف الزكاة، مثل بناء المدارس وبناء المساجد ليست من مصارف الزكاة، فلا تعطى الزكاة للجمعيات، إنما تدفع في وقتها في مصارفها للمحتاجين من الفقراء والمساكين ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.